إلى موجز أخبار الآن. قتل عدد من المسلحين خلال عملية أمنية أعلنت عنها شرطة كاتالونيا ضد هجوم إرهابي محتمل في بلدة كامب ريلز جنوبي برشلونة، وأصيب 6 مدنيين إضافة إلى شرطي بجروح عندما دعست سيارة عدد من المشاة على شاطئ كامب ريلز. يأتي ذلك بعد ساعات على اعتداء إرهابي مماثل في برشلونة أودى بحياة 13 شخصاً على الأقل وأدى إلى إصابة العشرات بجروح وتبناه تنظيم داعش. قتل العشرات من أفراد تنظيم داعش الإرهابي وأصيب آخرون بجروح إثر ضربة جوية نفذتها طائرة حربية مجهولة استهدفت مبنى المحكمة الشرعية في بلدة الشجرة في منطقة حوض اليرموك جنوب سوريا. وقد أسفرت الضربة وفق مراسل أخبار الآن عن قتل عدد من قيادات التنظيم عرف منهم وائل العيد، وهو الأمير العام لما يسمى بجيش خالد الذراع العسكري لداعش في المنطقة. قال مسؤولون إن جندياً أمريكياً قتل وأصيب نحو 20 من الجنود الأمريكيين والأفغان بجروح في عمليات عسكرية مشتركة ضد مقاتلي تنظيم داعش في أفغانستان. وأضاف المسؤولون أن الانفجار وقع في إقليم نانغرهار في وقت يزور فيه مسؤولون عسكريون أمريكيون بينهم وزيرة القوات الجوية هيذر ويلرسون البلاد. أبلغت كوريا الشمالية الأمم المتحدة أن برنامجها النووي لن يخضع مطلقاً للتفاوض طالما استمرت الضغوط السياسية والتهديدات من قبل الحكومة الأمريكية. وقالت البعثة الكورية الشمالية في الأمم المتحدة في بيان لها إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيريس تحدث هاتفياً مع نائب السفير كيم إن ريونغ يوم الثلاثاء الماضي وسفير كوريا الشمالية لدى المنظمة الدولية جا سونغ نام. استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني في مقر إقامته في طنجة. وأكد العاهل السعودي عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين شعبي المملكة العربية السعودية ودولة قطر، كما أكد حرص المملكة واهتمامها الدائم والمستمر براحة حجاج بيت الله الحرام. بدوره أعرب الشيخ عبد الله آل ثاني عن بالغ شكره وتقديره للملك سلمان على توجيهاته بالسماح بدخول الحجاج القطريين إلى السعودية من دون التصاريح الإلكترونية بناء على وساطته. نهاية الموجز، إلى اللقاء.